الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشفت مصادر مطلعة عن تعثر صفقة قيمتها 27 مليار دولار بين شركة توتال الفرنسية والعراق، الذي كان يأمل أن يعيد إتمام هذه الصفقة مع شركات النفط العالمية. وأوضحت المصادر أن تعثر عقد الصفقة جاء بسبب خلافات مع شركة توتال الفرنسية على شروط ألغتها الحكومة. ووافقت توتال العام الماضي على الاستثمار في أربعة مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة في منطقة في محافظة البصرة جنوب البلاد على مدى 25 عاما. ووقعت وزارة النفط الاتفاق في أيلول عام 2021 بعد زيارة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعراق. قالت وزارة الزراعة في العراق إن أسباب ارتفاع أسعار بعض المحاصيل الزراعية كالباذنجان والخيار سببه انتهاء الموسم والبدء بموسم جديد، وهو زراعة البيوت البلاستيكية. وأضافت الوزارة أن هذه الفترة تمثل فجوة تقل فيها المحاصيل وترتفع أسعارها، مؤكدة أن أسعار الخضروات والفواكه في العراق تعتبر منخفضة مقارنة بدول الجوار. كشفت مصادر اقتصادية أن تكلفة الوحدة السكنية في محافظة الأنبار لا تتلائم مع الإمكانية المادية لشريحة الموظفين والطبقة المتوسطة والفقيرة في المحافظة. وأضافت المصادر أن سعر الوحدة السكنية لمساحات ما بين 150 و180 مترا مربعا في بعض المجمعات بلغ نحو نصف مليار دينار دون اتخاذ أي إجراء بحق الشركات من قبل الجهات المعنية في الأنبار، رغم أن قيمة الأرض وبناءها في تلك المواقع لا يتجاوز 70 مليون دينار فقط. ويشكو سكان في محافظة الأنبار من الغلاء الكبير بأسعار الوحدات السكنية في عدد من المجمعات وعجزهم عن الشراء فيها بسبب ثمن القسط الشهري الذي وصل إلى 1.5 مليون دينار في الشهر الواحد، إضافة إلى مبلغ المقدم البالغ 25 مليون دينار. قال محافظ القادسية زهير الشعلان إن المحافظة تعاني من إهمال واضح وخلل في التخطيط الاستراتيجي للموازنة المالية. وأشار الشعلان إلى وجود الكثير من المشاريع المتلكئة منذ سنوات، إذ لم تعتد نسبة الإنجاز بها حاجز 10%، مضيفا أن هناك قرى وأقضية ونواحي في المحافظة لم تصل إليها المياه وغير متصلة بشبكات الصرف الصحي، وأن البنية التحتية فيها تشهد ترديا كبيرا، مؤكدا حاجة المحافظة إلى مشاريع كبيرة. اشتكى مربو الأغنام والمواشي في محافظة القادسية من ارتفاع أسعارها بسبب غلاء أسعار الأعلاف. وقالت رابطة مربي الأغنام والمواشي في المحافظة إن أسعار المواشي والأغنام تضاعفت، وهو الأمر الذي تسبب بضرر اقتصادي كبير لهم بعد أن ارتفع سعر الطن الواحد من الأعلاف من 300 ألف دينار إلى 680 ألفا، مطالبة السلطات الحكومية بمعالجة هذه الأزمة وإيقاف عمليات التهريب. وهذه انتقالة سريعة لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام الموجز بأمان الله.